هو مش انسان. انا عمال بضحك قدامي كده عشان قدام سليم، بس بحاول اعوضه عن اي حاجه، اعوضه عن جده اللي مات الله يرحمه. انا تعبان يا منى، تعبان وتايه، جوايا مليون سؤال ومش لاقي اجابه ولا واحد منهم. احكي لي عن اللي جواك يا جميل، خليني اساعدك. مش تعرفي يا منى، ما تشغليش دماغك. وانا عندي عزم منك اشغل دماغي. منى، احنا اتكلمنا قبل كده مليون مره في الموضوع ده، احنا اخوات مش اكتر من كده. جمال، هو انا ليه كل ما اتكلم معاك تقفل عليا الكلام بالطريقه دي؟ والله انت شايفني كده اوكي، بس انا شايفاك اكتر من كده. اديني فرصه اثبت لك. فرصه ايه يا منى؟ انت اتجننتي ولا ايه؟ انت ست متجوزه، ما تعالي. هتطلق مني. تطلقي ما تطلقيش، انا ماليش فيها. اوعي تربطي اللي بيحصل ده بيا، لانه مش هيغير حاجه. يلا بصي داري والله، يلا داري والله. يا منى انا بجد بحبك، بس بحبك زي اختي. اوكي جمال، لو انت عايز كده اوكي، المهم تبقى مبسوط مني. طول الوقت بيتعاملوا قدامك على انهم نضاف وابرياء والغلط ما يطلعش منهم، وقد ايه انت زباله وظنك وسخ لو فكرت في لحظه انهم ممكن يكونوا بيضحكوا عليك. يا سلام، درجه كده الكذب والصدق فيها بيبقوا حاجه واحده، اتعجنوا في بعض. فهماني يا مريم؟ فهماك يا سعلي. وبعد ما تطمن لهم وظنك يصدق، تلاقي الخيانه بتجري في دمهم. هما مين دول اللي انت بتحكي عنهم؟ سيبك منهم، ان شاء الله ان شاء الله ربنا هيفضحهم. بس ساعتها ملهاش طعم يا مريم. حلاوه الحاجه لما ترتبي لها وتظبطيها بايديكي، وبعدين تستني اللحظه اللي توقفي تتفرجي فيها زيك زي اي حد، ولا كأنك عارفة أي حاجة. اللي تشوفه يا سهل، أنت أدرى مني. أدرى منك ومنهم، بس الوقت لسه ما جاش. عارف يا بدير مشكلتي معاك فيه؟ مشكلتي معاك مش في انك خنتني، لا، مشكلتي معاك ان اعرفك من زمان، وده طبعا معناه انك بتخوني من زمان. الاوسخ من كده بقى اني عمري في حياتي ما شكيت فيك ولا فكرت فيك ابدا. شابوه، عرفت تضحك عليا. ابدا والله يا كومي بيه، دي اول مره والله العظيم. لسه بتكذب يا بدير. انت لو ما كنتش بتخوني من زمان يا بدير، عمرك في حياتك ما كنت هتقدر تعمل فيها العمله السودا دي، كنت هتخاف. لان اللي بيبتدي وساخه مع حد بيبتدي بالراحه، واحده واحده بالهداوه يعني. انما انت طبعا واضح انك واخد راحتك ومترستح على الاخر، قلت لنفسك يلا اقعد اضرب الضربه الكبيره واخلص، صح؟ انا اتضحك عليا يا بيه. كلنا بيضحك علينا كتير، انا قدامك اهو اتضحك عليا. بس عرفتك انت بقى مين اللي ضحك عليك، قول لي. ارحمني يا كومي بي، انا طول عمري الراجل بتاعك. لما تقول لي مين اللي ضحك عليك، انا هرجع لك كل اللي اتاخد منك، اقسم لك بالله هرجعه لك. اديني 24 ساعه بس يا بدير. ارحم نفسك، كفايه النفخ اللي انت لسه هتتنفخه. انطق وقول لي مين اللي ضحك عليك. ابوس رجلك يا سعاده البيه، انا ما استاهلش منك ده كله. عندك حق يا بدير، ساعده عشان يفتكر. لا، ابوس رجلك سعاده البيه، انا بس اه اه اه. الو، بونجور فريال، انت كويسه؟ طب اسمعيني بسرعه. الكومي كان هنا النهارده الصبح وقابل مدير البنك، واللي عرفته انه طلب اطلاع على حركه رصيدك بشكل ودي ما بينهم. واطلع عليه؟ قال له بكره هيبقى جاهز. انا قلت اقول لك يعني لو الموضوع مهم بالنسبة لك. ميرسي يا حبيبة قلبي. عليا أنا يا كومي.
عمرك يا مدير، وانت نصيبك اللي اخدته حسبه، مش هاخد منك حاجه. سيبني اكون بيه واتصرف. مين اللي مخوفك للدرجه دي يا رمك؟ ارحمك يا بيه، ابوس ايدك ارحمني. هرحمك لما تقول لي مين. انت حاجة غريبة أوي. بهجت سالم ينكتب له عمر على ايديك، ولما يقع في خطر تاني برضه يبقى على ايديك. شفت ازاي؟ لا مش فاهم يعني ايه خطر تاني دي. هو الورق اللي بعته ده لعبة؟ ده راجل كبير وفاهم هو بيعمل ايه. الظاهر ان الورق ده مهم بالنسبة لك أوي، والظاهر برضو ان انت بقيت عزيز قوي على بهجت سالم عشان يساعدك بالطريقه دي. بقول لك ايه؟ ما تريح نفسك وخليك صريح معايا وهات من الاخر، وانا اوعدك ان مش هاجي جنبك ولا هتشوف خلقتي تاني. واحنا من امتى كنا بنتعامل بصراحه؟ خد نصيحه مني يا جمال، محدش فينا نضيف ومحدش فينا هيعرف ينظف نفسه. يمكن قدام الناس بنبان ان احنا نضاف، اكتر من كده ما تحلمش. بس الكلام ده ممكن تقوله لنفسك انت مثلا واللي زيك، لكن الكلام ده ما تقولهوليش انا. انت بتاعنا يا ابني، عارف يعني ايه بتاعنا؟ اشرب. تخافش، احنا لسه عايزينك. واحنا لسه عايزينك دي بقى اللي انا عايز اعرفها بالظبط. انتوا دول مين؟ انسى يا جمال، ومش خوف منك، خوف عليك، وهو ده اللي مصبرنا من الغباوة. طيب يا سيدي متشكرين، كتر ألف خيركم. مش عايزين تتغابوا وخايفين عليا وطلعتوني براءة ومستنيين ان انا افكر وارجع تاني لوحدي. كل ده حلو على راسي، بس بقول لك ايه، النغمة دي خلاص جابت اخرها معايا. انت نفسك جبت اخرها معايا. مشكلتك يا ابو العزم ايه؟ اسمع، مشكلتك معايا اني معرفش خيرك، فما تخلينيش اتغاب عليك احسن. قدامك 24 ساعة عشان تقولي كل اللي انا عايزه، انت فاهم ولا لا؟ انت بتهددني يا جمال؟ اه بهددك. طب خليك فاكر بقى انك مش لوحدك، وان في ناس معاك بتخاف عليهم. صح. وانت اوعى تفكر تلعب معايا اللعبة دي يا ابو العزم، عشان يوم ما هتفكر هيبقى اخر يوم في عمر اللي حواليك قبل عمرك.